مساكم الله بالخير والعافية، نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة وشغل جديد وأكل جديد. اليوم قبل كل شيء نسولف لكم أول شيء حلول الخشبية ونشكرهم على المطبخ الحلو اللي يسوونه، يا كذلك نشكر مطعم تاكو الكان في فندق فلسطين من جهة أبو نواس برعاية، لأن البرنامج اللي دائما هو يحرص على أنه يرعاه بكل قوة. تحياتنا وشكرنا للأستاذ موسى والأستاذ نوار. اليوم راح نشتغل فوتوتشيني ألفريدو. فوتوتشيني اللي هي يعني تعني الأشرطة الصغيرة، الأشرطة الصغيرة يعني مكرونة الأشرطة الصغيرة، هاي انتهينا منها. أكو عدة روايات تسولف على الألفريدو والصوص الألفريدو. الألفريدو هو يقولون واحدة من الروايات إنه هو كان دا يسوي أكل زوجته، كانت حامل ودا تتوحم فسوالها أكل وسوالها صوص ألفريدو. الرواية الثانية واللي هي أصح ودائما يقولون هي الصحيحة، إنه ألفريدو كان يشتغل بمطعم في سنة 1892 في مطعم في روما، مطعم كانت تديرة أمه اسمها أنجلينا. بعدها بدأ يشتغل بهالشغل هذا، وراها لما تزوج وصار عنده طفل اسمه أرماندو، زوجته كانت ممتنعة عن الطعام، فأجى سوالها هاي الأكلة عمود يغريها بي وتبدي ترجع تأكل الأكل فأكلته، ومشى صوص ألفريدو. صوص ألفريدو يمشي على كل المكرونات، لكن أكثر شيء يشتغل عليه هو الفوتوتشيني اللي قلنا هي الأشرطة الصغيرة. خلنا نأخذ مقادير الفوتوتشيني ألفريدو ونرجع نسويه سوا. أنا عندي دجاج، صدر دجاج 300 جرام، عندي فوتوتشيني 1 كيس، بصل 1، ثوم 1، كريمة طبخ، جبن بارميزان، ملح، فلفل أسود عندي هنا، وزبد. نعدنا هاي المكرونة الفوتوتشيني الألفريدو اللي راح نسويها اليوم يعني الأشرطة الصغيرة. هاي صدر دجاج، هنا عندي جبن البارميجانو أوريجانو اللي عندنا، هنا عندي الفطر موجود كذلك، وكذلك شنو عندنا بعد، الزبد موجود والبصل والثوم، وعندي هذا الكروتون اللي راح يكون أو اللوف راح يكون عندنا، هذا السلطة السيزر والمايونيز والليمون وباقي المواضيع اللي هنا. أول شيء مي حار عندنا، هذا موجود عندي المي الحار هنا، راح أجي شنو أضيف له، نعقم إيدنا أول شيء، راح نضيف الزيت. ليش الزيت نضيفه للمي؟ الزيت هنا راح يخلي لي انه ما تلتصق مكرونه بالثانيه. انا لما راح اجي اسوي المكرونه ما راح تلتصق واحده باللخ، فضروري انه نضيف الزيت ونضيف هم شويه ملح. الزيت ضروري جدا بالسلق، كلش ضروري الزيت. ليش؟ على مود لا تلتصق مكرونه بالثانيه لما تستوي، وش قد ما ظلت عندنا فتره يعني خليها بماعون او شيء ما راح يلزق شيء بالثاني. اوكي، هنا ايش راح نسوي؟ جدر يفور عندنا، نضيف المكرونه اللي عندنا ونخليها تنسلق براحتها. نرجع نقبغها دائما، لان الجدر كل ما تقبغ بالمكان البارد، هاي اذا كان بارد يعني. اوكي، لما نقبغ الجدر اللي عندنا هنا راح يبدي شو يسوي؟ يبدي انه ما يصير عليه بروده فيفور بشكل اسرع. نتركه هنا ونجي نحضر المواضيع الخاصه بسلطه السيزر. ناخذ المقادير شباب، ما عندي صدر دجاج، وعندي اللوف الكروتون هو والخس هنا، عندي الثوم مطحون والخردل والمايونيز والأوريغانو وفلفل أسود وملح. اوكي، اول شيء راح نسويه بالنسبه للسلطه السيزر،
ايش راح نسوي هنا؟ عندنا اللوف او الكروتون، هم اللي يسموه دائما كروتون كريتون. هنا نشيل الاطراف مال اللوف اللي عندي، نشيلهم ونخليهم على جانب. الاطراف نشيلها مالته على مود لا تصير قويه عندنا، ممكن ينقلي وممكن ينشوي، ممكن بالطاوه نسويه. سيزر هو رجل ايطالي هاجر من ايطاليا بوقتها، راح للمكسيك. بعد ما راح للمكسيك بدا ينتج هاي السلطه. سيزر هو اسمه سيزر كارديني، اول ما بدا بانتاج هاي السلطه وبعدين اشتهرت من المكسيك وبدت بامريكا، بس هي اصولها ايطاليه لان الشيف اسمه سيزر كارديني. ضروري دائما نعرف شلون جت هاي الاكله ومن مين وش وقت صارت. خليه هنا. ناخذ زبد. خليه هنا كاسة. خليه بالمايكرو. خليه مو هنا الزبد اعتيادي. ما ننسى المكرونة اللي عندي الفوتوتشيني هنا. نقلبها على مود لا تلتصق شيء باللاخ، يعني تستوي سوا يعني. مجرد اريد الزبد بس شويه يذوب عندي. ايش راح نسوي هنا؟ عموما كل العالم نادرا ما تلقون احد يضيف الاوريجانو سلطه السيزر، لكن هنا عندنا يعني كأنه دول عربية أو شيء يضيفون دائما موضوع الأوريجانو. برا ممكن يخلوا له معدنوس نوبات، ممكن أشياء هواية يخلوا له، لكن ما بي الأوريجانو. بس احنا اليوم أكيد راح نخليها عمود تصير نفس الطعم اللي تاكلوه. يضاف لها دائما شيء اسمه الأنشوجة أو الأنشوفة، هو نوع من السمك الصغار دائما يستخدم بهالأطعمة، يخلوه دائما ويا صوص البيتزا ويخلوه ويا سيزر سلط. ايش راح نخليه؟ راح نخليه زبد. شوية اوريجانو. شوية ثوم. باودر وشوية ملح. نقلبهم على كيفنا. اوكي هاي خلاص عندي هنا. نجيب الصينية مع الفرن. نخليهم هنا ونتابعهم بالفرن كل الزين. جدر شوية. خلاص صار عندي هنا توست او اللوف. توست بعد ما يتحمص شوفوا هنا بدأت الشرائط الصغيرة اللي هي الفوتوتشيني تبدي تستوي عندي. شوفوها شوفوا ناهم تركه براحته. اكيد
هسه احنا خلصنا اول مواد تتاخر عندنا اللي هي بين الكروتون او اللوف او التوست شو ما تحبون يسموه. نبدأ نحضر صدر الدجاج. شغل الطاوة عندنا هنا، الطاوة تكون مشيفة اللي هي هاي، وراح نبدي نحضر هنا صدر الدجاج. ضروري جدا انه نخففه شوية، ودائما بالفوتوتشيني ما نخليه ويا الصوص، نخليه يكون خارج الصوص. شوفوا اول شيء دائما مثل ما تعلمنا سوا انه نشيل المواضيع اللي بيها شلون هي تشحم شويه، فهذا ممكن يسبب لي زفر هنا. اوكي نجي نقصها بالشكل هذا. وش نسوي هنا؟ نشيل هاي هنا، بعدها نبدي عفوا بهذا الشكل نقطعها، وبعدين شلون بقلاوة نسويها؟ هذا الشكل بالضبط نسويه. اوكي رشة اوريجانو، شوية ثوم، شوية ملح، شوية نفتح الجدر لان يبدي يصعد الرغوة اللي موجودة. هذا صار عندي بهالشكل هذا، شوية زيت، وابدي اسويهم بهذا الشكل. وين؟ بالطاوة رأسا. شوف هنا المكرونة شنو اخبارها. هو اكو اختبار للمكرونة بس يعني مو دائما ينفع. المكرونة دائما احنا بالعمل عندنا نشمرها على سطح، يعني مثلا على حائط او شيء نشمرها، فلما تلزق نقول استوت. هيش دائما نسويه، بس انتم هنا ممكن اكو طريقه افضل نشوفوها بايدكم. لا بعدها قويه، فنتركها اكثر تستوي. نحضر صدر الدجاج الاخر اللي عندنا هنا نفس الطريقه. شويه زيت، ملح، اوريجانو، وشوية ثوم، هم نفس الشيء نخليها هنا. بدل الصفوف اللي لزمنا بها الدجاج، دائما نسولف على الدجاج انه هو يحتوي على بكتيريا السالمونيلا اللي هي ممكن تسبب لي مشاكل صحية هواية، فمن الضروري جدا انه أنا دائما اعرف انه صدر دجاج انه ما ينكل جوا درجة حرارة 70، لان ضروري جدا يكون مستوي عندي. هنشوف المكرونة خلاص هنا استوت عندي. احضر مصفي، انا محضره اصلا. خلي نجي نصفيها. انا شباب ناخذ مقادير السيزر مره الاخ، ناخذ وراء الفوتوتشيني. هنا نخليه ونبدي نديره بالمصفي، بعدها نخليه يتصفى هنا شويه، ونحضر كاسه عندنا على مود نخلي بيه
المكرونه بعد ما انسلقت. شوفوها شلون تكون. بعرف شلون صارت. ضروري جدا هذا الزيت هيك خلاها وما خليها تستوي هوايه عمود. اقدر وراها بعد اكو شغل. وين؟ اكو شغل بعد بالصوص. اوكي؟ شباب بعد اذنكم ناخذ المقادير مره الاخ. هاي خلصنا منها. هنا اريد ما اخلي هوايه صدر دجاج هنا لان ما اريده ينسلق، اريده يتقلى. فهمتوني؟ فمن الضروري جدا دائما اخلي الطاوه تبقى حاره، لو انا اجيت بردت الطاوه بهوايه دجاج راح يبدي الدجاج ينسلق عندي مو يتقلى. شويه ثوم باودر واكيد الزيت. أنا هنا راح استخدم الدجاج للسيزر وللفوتوتشيني الفريدو بهالشكل هذا. من الأخطاء الشائعة إنه دائما يقول لك مثلا فوتوتشيني لحم، الفريدو لحم، ماكو شيء اسمه فوتوتشيني الفريدو لحم، هذا اسم ثلاثي. اللي عندنا هنا دجاج يعني الفريدو، صوص الفريدو لما ابتكره الفريدو عمود ابنه الحلو أرماندو لما اجى وزوجته صارت ما تاكل، ابتكر هذا الصوص أو الكريم خلى بيه دجاج، ماكو شيء اسمه فوتوتشيني الفريدو لحم. بس على مود يكون معلومكم هالشي هذا. هذا انتهينا من هنا، طاوتنا هنا هم حارة. خلي صدر الدجاج هنا بكاسة ثانية، خليه على جانب عمود نشتغل به بعد شوية. هذا هنا هم نبدل شفوفنا اللي راح نبدي نشتغل بالخضروات. هنا راح نبدي اول المراحل. هسه خلصنا الدجاج بالنسبه للالفريدو، راح نبدي بمراحل نسوي الصلصه مالته. اول شيء زبد، إن هو كان يضيف لها الزبد. بعدها على مود ليه احترق الزبد، قلنا دائما ان الزبد الحيواني عفوا اجلكم الله انه ممكن يحترق عندي واطرافه تصير سود، فدائما انطي زيت. ايش انطي؟ انطي زيت الزيتون وياه. خلي يذوب الزبد عندي، راح ابدي اشتغل البصل. البصل يكون ناعم عندي كلش. هذا انتهينا منه. هنا هم
هم نجي نسوي بهالشكل هذا. نعم اخذ نص بصله بس. هذا صار جاهز. طبعا ما ننسى ثواني الثوم عندنا هم. صدر الدجاج عندنا هنا نقلبه. نبدي نضيف البصل والثوم اللي عندي وين بالطاوة رأسا. هذا انتهينا من اللي خليناهم هنا. تجي نقطع الفطر اللي عندنا. دائما شوية نعطي عرض للفطر لأن الفطر لما يدخل الزيت ويبدي يعني يبدي يتقلى يبدي يصغر حجمه شلون يذبل عبالك. هم وين؟ هنا. اوكي هنا فلفل اسود اللي عندي رشه صغيره فلفل اسود ورشناهم شوية فلفل أسود. هنا نتركهم هم يتقلون براحتهم. وكل شوية شو نسوي؟ نشوف المكرونة خاف لزقت، بس يا مدام بيها زيت شوية راح تكون نكون مسيطرين عليها. شوفوها. شوفنا صدر الدجاج عندنا هم كلش اوكي. أنا يعني كل شوي إذا أكرر المقادير على مود الكل يقدر يلحق عليها. شباب ناخذ المقادير اثنيناتهم بعد إذنكم. هسه عندي هذا الفطر والبصل تقلى اعتيادي. ناش عندنا بارميجانو ارجيانو اللي قلنا عليه مو بارميزان. انا احب اضيفه هنا قبل ما ابدي اضيف الكريمه. قبل ما اضيف الكريمه اضيف الجبن شويه يبدي يذوب عندي هنا. طبعا هذا الزبد طبعا الدجاج اللي طلع الدخان اللي عندي. ها اضيف الكريمه. هنا الكريمه ما بيها مقادير. ليش؟ انتوا على ذوقكم شقد تريدون تضيفون بيها. تضيفون شويه تضيفون هوايه براحتكم. شوفوا اهم شيء الدجاج يوصل للمرحله اللي قلنا عليها
انه يستوي بشكل صحيح. انا خل الفرن هنا ناصي كلش، طبعا طافي وما ادري به، بس هو ما علي شيء، انه انا هنا ضروري انه ابقى اتابع الخبز. دائما نحتاج انه نذوق، ليش؟ البارميزان بملح وبدسومه كلش هوايه، يعني حتى لما تلزمون جبن البارميزان بايدكم راح تشوفون انه اكو دهن بالايد يصير. فدائما نذوق الصوص اللي عندنا. نحتاج له شويه ملح، راح نضيف له شويه اوريجانو. نص النار مالته او نحاوله منه. خلينا نجيب الدجاج هنا. هنا اكل بعض يضيف له صلصه بيستو، اكل بعض يضيف له شيء، بس هو كفوتوتشيني هذا اللي موجود به، يعني ما بي اي اضافه اخرى. المكرونه صار جاهز عندي ومستوي اكيد. نضيفه وين؟ نضيفه على الصوص اللي سويناه. براحتنا راح نشتغل عليه، يعني ما نخليه، نشوف هنا الكريتون، يعني نخليه براحتنا. الصوص اللي يعجبنا، الكميه اللي نريدها من الصوص ممكن نخليها تكون ويا المكرونه، يعني ماكو شيء محدد. اكو ناس يحبوه هوايه كريمه بيه، واكو ناس يحبوها قليله، فاعتيادي جدا جدا، ماكو اي مشكله، شلون ما يعجبكم تقدرون تاكلون الفوتوتشيني. هنا خلص صار جاهز، وهنا صدر الدجاج. انا ما اخلطه هنا صدر الدجاج، دائما اخليه برا يكون ويستوي براحته برا، بعدين اضيفه. طبقناها من الغسله عفوا، تابع هنا زين، شوف اللوف او هنا الكروتون اللي عندي، ما نخليه يحترق. المكرونه صار جاهز. شلون راح نصبه؟ راح تشوفون طريقه الصب مالته. دائما شوفوا، خليهم بهالشكل، ونجيب شطل او شيء عندنا، دائما نبدي نفرهم هنا ونخليه بجانب. اوكي، نفس الطريقة عندي هنا كذلك، أو ممكن كلهم نخليهم يكونون بشكل هيج، ونبدي نحاول إنه نفر اللي موجود بيهم، وهنا كذلك، يعني شلون بدنا نثبت شكل بي بمكان محدد. الفطر عندنا هنا موجود، وأكيد الجبن البارميجانو موجود عندنا هنا. شوفوا الطريقة، انه هنا التحكم بالكريمة او بالصوص الالفريدو هو راح يظل حسب ذوقكم، يعني ما حد، يعني شو اقول لكم، دائما هو اكو مستويات، اكو ناس تحب كريمة هواية، اكو ناس تحب كريمة قليلة، انا اسويه بهالشكل هذا يكون الكريمة مالته قليلة واضحة وفاهم منها شيء اني.
شوفوا صدر الدجاج مستمر عندي هنا يستوي، رشة أوريغانو أنا أخليها، أنا أخلي بالأطراف هم. هذا انتهينا منه، الصدر الدجاج استوى، نشيل هاي القطعة منه، نبدي قطعها بهذا الشكل وين؟ على المكرونة، راح نخليهم بهالشكل هذا. نجي هنا برشة بارميجان، وهذا صار عندي كمكرونة جاهز، وبالصحة والعافية إن شاء الله. خلي المكرونة اللي بقت هنا، ونشوف الخبز اللي عندي هنا أو التوست. خلص استوى، الآن خلي النار ناصية كلش، نعوف على جانب، ونجي هنا نخلي الصدر اللي هم سويناه قبل شوية، شفتوا الطريقة اللي عندنا هنا، يعني ما بيها فد شيء صعب. بدينا بالبداية انه بدينا اشتغلنا بالدجاج وخليناه على النار، بعد الدجاج نجي نخلي اللي عندنا المواد اللي هي سوينا فطر اول شيء سوينا، وسوينا ويا الفطر البصل وخلينا الثوم كذلك، كل المواد اللي عندنا خليناهم، بعدين ضفنا الكريمة والجبن كذلك، وبعدين ضفنا الكريمة وراها سوينا، خلينا يسهى شوية واستوى. اجي ضفت عليه المكرونه وقلبتها شويه، قلت لكم نترك شويه من فتره طهي المكرونه المن للشغل اللي راح يصير بالكريمه الفوره مالتها. استوت صبيناها، الدجاج يكون برا ما يكون يعني وياه بالداخل الصلصه، لا نسيتوه برا. نشيل هذا صدر الدجاج، نشيل الفطر منه، ونجيب هذا الصدر اللي استوى عندنا هم نحوله هنا. هذا هسه انتهينا منه، نشيل هاي التختة، نغسلها بعد ما نحتاجها، وهنا السكينة مالتنا هم نغسلها، ناخذ التختة نغسلها ونرجعها لان بها شوية ريحة بصل، فضروري جدا انه نتخلص منها. شوي خلينا نعطي شوية زبد، عمود ما نخليها تكون كلش جافة، وممكن قطعة الزبد هنا فوق الصدر الذوب. هذا هسه انتهينا منه، راح نبدي نشتغل بالشنو؟ بالسيزر. نستخدم هنا الكاسات مالتنا، راح نجي اول ما نشتغل الصوص او الكريمه اللي راح نشتغل بها السيزر. هذا انتهينا منه، خلينا المواد اللي موجوده كمايونيز، نبدي شو نضيف هنا؟ نبدي نضيف خردل شويه. الخردل اللي يستخدم بالسيزر هو الخردل ديجون، نوعية خردل مو ماركة، هو يكون من مدينة ديجون الفرنسية، دائما يشتغلون ببذور الخردل اللي تكون سوداء. عمود يكون معلومة عندكم تسولفون بيها بأي مكان أو واحد حاب يشطل عليكم. جبن بارميزان،
هذا صار شوي هنا، شوية ثوم باودر وملح. عصرة ليمون. شباب ناخذ اتصالات بعد اذنكم. الليمون هنا اول شيء هم راح يعطيني شويه الطعم، وثانيا راح يخفف لي الصوص اللي راح يكون شويه ثخين عندي. بالشكل هذا نخلطهم، وهم نذوق هنا الصوص اللي صار عندنا. اعتقد شوية اوريجانو نخلي له. نمسح الميز ونرجع ناخذ المقادير مره لاخ، الدجاج والخاص بالسيزر والسيزر المواضيع مالته، كذلك الفوتوتشيني الفريدو. خس تسوي قطع كبار. اوكي، وهنا كذلك هم قصه بالنص نسوي قطع كبار. ناخذ كاسه ثانيه عمود نضمن الكميه. اللي راح نخليها من الصوص الخاص بالسيزر انه ما تكون هوايه، وبالتالي كل شيء ما نستلم من الخس. شباب ناخذ مقادير بعد اذنكم. اوكي، الارقام اسفل الشاشه خابرونا. هلا شيف عدي، شلونك؟ شلون العزيز، السلام عليكم. شو اخبارك؟ شلونك اخوي العزيز؟ شلون صحتك عمري؟ الله يحفظك ويعزك حبيبي. اليوم فايتين بملعبك احنا. الله يحفظك ويعزك. عمري طبعا الاتصال البارحه ومشكله ان شاء الله. سهله سهله ابويا. الله يحفظك حبيبي، الله يخليك. عمري انت شيخ، عاشت ايدك على هاي الوصفه الرائعه الغربيه البحته. فدوه اروح لك قلبي. اريدك سالم الله عمري. شنو حقيقه انا محمل لك سلام من اصدقاء اردنيين اتصلوا علي البارحه ودزون لي رسائل بالله الكريم. اها شكرا لك ولهم. والله العظيم قالوا احنا بالاردن ونتابع حلقاته. عليكم السلام، تحياتي لكل اخواننا النشامه بالمملكه الاردنيه الهاشميه. حتى نكون اكثر مصداقيه نزول بس ما الصوت خل ادزها بالبرنامج له علنا امام الناس. اها حلو، الله يحفظك والله، وكانوا يشيدون بابتسامتك وباهتمامك وباخلاقك. شكرا لك، حتى تعرف الناس انت عربيا ودوليا معروف. شكرا لك ولهم، تحياتنا لكل النشامه بالمملكه الاردنيه الهاشميه، واني هوايه عندي اصدقاء بالاردن وان شاء الله راح اكون اصدقاء واتشرف بيهم. عمري انت
ام كاروان شلونك خاله؟ الحمد لله ابني الله يسلمك، انت شلونك؟ شلون عافيتك صحتك ابويا؟ الله يعافيك وعلى الكادر كلهم. الكادر كله يسلم عليك. انا شو زعلان ماكو صوته، ليش ما اسمع صوته؟ اها؟ علاوي 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 هياته قاعد هياته يمي. ها قاعد يصور يمي. ها 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 سلم لي عليه. اي ابني. عيني. تسلم عينك ابني، الله يخليك ويحفظك ان شاء الله وامين. باحة طبعا بدي تحصك ما حد شباب بس الصوت ما اسمع ممكن احنا نقول لها دولمة. ها؟ عفوا معلومة معلومة اخذها من امك ان شاء الله وامين، احنا نتعلم من عندك دائما. فدوى اروح لك. كل شيء عاشت ايدك على هاي الاكلات الطيبة بدها تسويها. شكرا لك. عجبتني هاي مال الدجاج ان شاء الله وامين اسويها. ان شاء الله امي، ان شاء الله عيني انت. ان شاء الله. على مود الدراما حتى لا يتفلش. احنا دائما من نسويها بالبيت، انا اخذتها من امي الله يرحمها. الله يرحمها. اذكرت عليها دهن. اها. اي بعد الدوم ابد ما تتفلش. حلو حلو. اي مو راح تشد. راح تشد. من اسوي دومه؟ بالاخير اخلي على النار هادئه. بعدين شو اسوي؟ اخلي دهن على النار بس ما اخلي دهن وياها بعد. اي اي. من افرقعه. حلو يعني فرقعين دهن راح يشد الخضروات كلها. حلو حلو عاشت ايدك خاله الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. انت همينا اجمعين. شكرا لك. شكرا لك عيوني. عيوني انت. شكرا لك. هنا راح نخلي التوست اللي راح نسويه هنا. هنا شوفوا. وكنا خاين النار ناصيه كلش فطول فتره. ناهم شوفوا شلون نسوي هاي كصوص عندي، وهنا عندي الكروتون هنا نصبهم. اوكي عندي اتصال. الو السلام عليكم. الو الو مرحبا. اهلا استاذه شلونك؟ اهلا شلونك؟ شلون صحتك اخبارك؟ اني من عشاق الفلسطيني على الكريدو. شكرا لانه الحلقه كانت بعد ما البارحه اتصلت بي كانت الحلقه ممتعه جدا. على راسي على راسي استاذه ايناس تشرفيني. سعيده جدا لانه اشاهد طريقه التقديم وطريقه يعني الطبخه كلش ممتعه جدا. شكرا لك. الله يخليك وتحياتي لزملاء المخرج حسين الف. تحياتي وايضا زميلتنا معده البرامج مريم الياس ولمدير البرامج استاذ محمد الحبوب. شكرا لك مره ثانيه. شكرا لك استاذه. تأمرين امر واي يوم تريدين اي طبخه انا حاضر انت تتصلين وتأمرين وتدللين علينا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك لاتصالك. مذيعتنا استاذه ايناس اللي طلبت الفوتوتشيني البارحه انه نسويه، فقلنا هم نرفق وياه السيزر سلد. خلي ثواني بس اغسل التخته. نعم صدر الدجاج اللي عندنا هم استوى. شوفوا شلون صار عندي نهم. راح نخليه مريم من بغداد. شلونك يا مريم؟ عليكم السلام. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يرضى عليك ابويا. ايش اخبارك؟ الله يخليك. إلي الشرف، إلي الشرف إنه تتابعوني وإلي الشرف بكل اتصال يجيني من عندكم. والله طبعاً إحنا نسيد بتعبك وحيل جاي تتعذب. لا تأمرون أمر، تأمرون تعبكم راحة أختي. نشكر كثير طبعاً. شكراً. أحب إن أنا على شيء أريد المقلوبة بالطريقة الصحيحة. تأمرين بالطريقة الفلسطينية تأمريني أمر.
على عيني وراسي. ان شاء الله يا رب يصحى وعافيه وطول العمر لك. شكرا لك، شكرا لك يا مريم. شوف هنا صار عندنا الفوتوتشيني، وهنا صار عندي السيزر سلد. ذول اثنيناتهم اللي ممكن انه نسويهم بالدجاج دائما. قلت لكم دائما الدجاج ما اريد انه يصير، خصوصا الاستاذ ايناس، انه الدجاج لا يصير ويا الفوتوتشيني نفسه، يعني ويا الصوص، لا ويا الصوص الفريدو عفوا، طلعوه برا يكون اطيب وتتذوقون به اكثر. وكذلك السيزر سلد هم نسويها بهالطريقه هاي وراح تكون اطيب اكيد. قلت لكم يستخدم اكو سمك اسمه الانشوفا او الانشوجه، هذا دائما يكون ويا السيزر ثابت، والكل يستخدمه بكل العالم، لكن احنا هنا ما نحب هالطعم اللي موجود به. عندي اتصال، عندي اتصال شباب. آري السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون قاعد تشوف عيني؟ شلون صحتك اخبارك؟ ربي يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله ويطمنك على خير يا ربي، ما دام تقدم لنا هاي الاكلات الحلوة طبعا. يا ربي يخليك، تحياتي لك ولكل اخواننا بالسليمانية. ربي وامي هم امي هم وياهم. سليمانية محبوب الى درجة لا تصدق. شكرا لك. متابعينك طبعا. اللي الشرف كاكك يعني، اللي الشرف حبيبي انت، شرف الي اني اي واحد يخليك. اتصلت عليك قبل هيك. على راسي، دائما انا افرح باتصالاتك. دائما والله العظيم بكل يعني فرح العائلة كلها تقعد تشوفه. الي الشرف اني، تحياتي وهم وياهم كل ذا بسرسرن كاكك يعني. ربي يسلمك حبيبي ان شاء الله. حبيبي والله حبيبي. شوف هاي الكريم اللي تستخدمها بالاكل شنو؟ الكريمه اللي تستخدمها الكريمه بالأكل. اي الكريمه. شوف باوع كاكا كاك اري، اذا ما عندك كريمه ممكن تجيب كوب حليب او ثلاث ارباع كوب حليب وكوب قشطه تخبط اثنيناتهم، ممكن يكون عندك كريمه تشتغل بيها. كوب حليب وثلاث قشطة، لا نقول مثلا ثلاث ارباع كوب حليب وكوب قشطة تخبطهم اثنيناتهم، راح تكون عندك كريمة تقدر تشتغل بها. يعني شفنا الكريمة هاي اللي ينباع بالسوق الصغار موجود بالضبط، القشطة الموجود القشطة بس تكون بدون يعني فلات، بدون فلات عفوا، بدون اي طعم، مو بها عسل او شيء، وتخبط وياها شوية حليب وتحطها بالخلاط او بيدك بالشطل وراح تكون كلش طيبة عندكم. شكرا لك، قلبي قلبي كاك آري حبيبي، اللي الشرف باتصالك واللي الشرف بكل احد يقول انه عائلتي تتابعك. هذا ما جنيت اني خلال تقديم البرنامج، دائما حب الناس هو اهم شيء بالنسبه لي. شباب خلص وقتي، اوكي هذا كمل عندنا. اعاده سريعه لما سويناه، اوكي اول شيء سوينا شنو؟ اول شيء سوينا شويه بصل شويه ثوم، بعدين حمسناهم، ذبينا الفطر، ذبينا جبنه البارميزان، ذبينا الكريمه. كريمه اذا ما عندكم ممكن تخلون 3 ارباع بواحد حليب، 3 ارباع واحد قشطه وتخلطوها وراح تكون كريمه. نشوف ابو حمودي، شلونك ابو حمودي؟ هلا ساجرات، سلم راسك الله يرضى عليك، شو اخبارك؟ الله يعزك يبارك فيك، الله يستر عليك. بس اريد الخلطه مال الكباب، شلون بس الوصفه مالها؟ يا كباب، الكباب الطاوله ولا الكباب الاعتيادي؟ لا ما شوي تؤمر امر على عيني وراسي. تسلم لي يا طيب، تسلم لي، تؤمرني ابويا تؤمرني. سالم ان شاء الله تحياتنا لكل اهلنا ابن نوى. الكباب دائما انا اشتغله كشخص، اذا محترف انت وده تبيع يعني شلون اقول لك، شيش كباب هوايه وتقدر توقف الشيش، فدائما يكون ثلثين غنم بثلث عجل او ثلاث ارباع غنم بربع عجل. واذا مال بيت تريد تسويه فراح يكون عندك دوش العجل، جوانب العجل اطرافه، الجوانب شلون نسميه تحتاني احنا، تجيب فد نص كيلو او ثلاث ارباع كيلو وتضيف له شويه ليه وراح تقدر تسويه بالبيت. دائما ثرم له بصل حتى لو بالماكينه ونشفه من المي وخليه عليه وملح فقط، وان شاء الله هم اعيد لكم اياه هنا. وتؤمر يا ابو حمودي وعلى راسي. اكيد ختاما شكري وامتناني لكل الكادر وياي، شكري وامتناني المطعم تاكل كان في فندق فلسطين من جهه ابو نواس، شكري وامتناني الحلول الخشبيه على المطبخ اللي سويناه، شكري وامتناني لكم وهو الاهم على متابعتكم للبرنامج. انتظروني بعد غد، انا الشيف عرفان بحلقه جديده وشغل جديد في امان الله.